ولكن خلينا نتحدث اليوم إذا كان شخص يعاني من مرض السكري فراح يروح لدكتور، راح يكون هناك استشارة. شنو هي أهم النقاط اللي المفروض هو يسوي استشارة دورية بيها ومعاينة ومراجعة دورية، فحوصات دورية، على مود يتجنب أنه يقع في المستقبل بإصابات؟ إحنا مو فقط مرض السكري إحنا نعالجه اليوم، نعالج مجموعة أشياء تتعرض إلى بعض يعني الخطر. سؤال كله صحيح، أنا بس لازم أكون نسبة السكر بجسمي طبيعي والتراكمي مالتي طبيعي بحيث أضمن أنا أعيش صحيح. للأسف لا. من الأمور اللي يأثر عليها السكر إذا كان غير مستقر شبكية العين، شرايين القلب، الأعصاب الطرفية بالضبط، الأعصاب المحيطية والكلى. هذه اكو قانون كل مكان بالعالم حسب جمعيه السكر اللي يتبعها هذا المكان وكلهم المتعارف عليهم. اذا شاء نوع اول اللي يصير عند الاطفال ورا 5 سنين من التشخيص نبدي سنويا نفحصهم، اما اذا كان نوع ثاني اللي يصير عند الكبار بالعمر من اول سنه من التشخيص نبدي نفحصهم بشكل دوري. ممتاز. دكتور، ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو هم العلاقة طبعا بالمرض العام اللي هو السكري، ولكن نحكي عن انخفاض السكر اللي يمكن يبدي عند الأطفال. أتوقع هذا بدايته مبكرة عند الإنسان، أو شنو التصحيح الطبي؟ تمام. احنا اللي هو أيهما أكثر خطورة؟ الانواع مال السكر لو الانخفاض او الارتفاع؟ الانخفاض الحاد بالسكر. الانخفاض للسكر 100% اكثر خطوره من الارتفاع. شنو السبب دكتور؟ تمام. الدماغ يعتمد بشكل اساسي التغذيه مالته على الجلوكوز، فاذا كان السكر بالدم قليل الدماغ حيوصل له دم قليل، وتعرفين الدماغ متحكم بكل اجهزه الجسم. صحيح. انخفاض السكر اذا كان الارقام مخيفه جوه 50 ملغ غرام ممكن يؤدي للوفاه خلال ساعات. شنو اسباب انخفاض السكر وكيف علاجه؟ اذا نتكلم على مرضى السكري فممكن اكو انواع من العلاجات نبديها بالانسولين او العلاجات اللي تحفز خلايا بيتا على افراز الانسولين ممكن تسوي انخفاض بالسكر، هذه واحده. اما اذا ما نحكي على المرضى السكري عندنا الغده الكظريه، الغده الكظريه تفرز هرمون يسميه كورتيزول، هذا مسؤول على ارتفاع السكر بالدم، فاذا كان اكو عجز بالغده الكظريه ممكن يصير عندنا انخفاض. بحالات متطرفه لما يكون عجز كبد شديد او لما يكون سوء تغذيه شديده هم يسوي لنا ممكن انخفاض. هذه اشهر الاسباب. عاده الانخفاض المرعب والمخيف يكون يا اما شخص ماخذ علاج بطريقه خاطئه، يا اما شخص عنده مشاكل عجز بالغده الكظريه او الكبد، او يتبع اسلوب حياه كلش متطرف او خاطئ. نعم، فيحتاج يمكن دائما ياكل حلو او شيء حتى دائما السكر ما يكون متوازن. احنا هنا تكون عندنا اولويات. نعم. الاولويه انه نلقى السبب، لما نعرف السبب ونعالجه راح تتحسن الامور. بس ايا كان السبب انا اول شيء اسويه انطي السكريات اللي تدخل للدم بسرعه، اللي تصعد السكر بسرعه، على مود اول شيء اضمن انه ما يصير عندي خطوره، بعدين ادور على السبب ولما نعالج راح تتعالج. نعم.